هايبيسكس ميوتوبلس، احد انواع الهايبيسكس. طبعا هني ما ادري كيف يسمونه، او قطن، انواع القطن او القطن روز، لكن هو احد انواع الهايبيسكس. وتزهير جميل 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 جدا، ازهارها تشبه ازهار ال، شوفوا ازهارها هذه تريبل فلاور، تشبه ازهار الروز. شايفين حجم الزهر، الزهره هذه وبعدها ما تفتحت. لكن عيبها في منطقتنا انها لازم تزرع تحت ظله، تحت شيد او هاف شيد، اساسا انها تتحمل، هذا عيبها. لكن هي من اروع الاشجار. طبعا انا كل الاشجار اللي صورت لكم اياها بحاول اني احط لكم صور لها، طبعا صور بتكون مع التزهير. هذه الشجره جميله جميله جدا، وانصح المحترفين انهم يزرعونها، مش المبتدئين. المبتدئين ممكن ما يعرفون يتصرفون معها، لكن المحترف او الهاوي بيعرف يتصرف معها، لانها تحتاج جو معين ومكان معين، وتحتاج رش مبيد خاص للبق الدقيق، يعني تصاب بالبق بشكل فظيع.